السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا طلابنا الأعزاء. في الدرس السابق حكينا عن كفاءة الآلة، وحكينا من خلال كفاءة الآلة كيف الطاقة تتحول في الآلات من شكل إلى آخر، وحكينا كمان إنه ما في آلة مثالية، بمعنى إنه الطاقة لما تتحول من شكل إلى آخر دائما بيكون في عندي فقدان في الطاقة على شكل احتكاك، وهذا الاحتكاك بيفقد لي الطاقة على شكل طاقة حرارية. اليوم بدنا نعمل تجربة هيك خفيفة لطيفة كمان حلوة، نشوف كيف الطاقة تفقد أثناء عملية تحولها. الآن لاحظوا شو بدي أسوي من خلال المحاكاة الأمامي. الآن في عندي هنا شاب هيك حلو قاعد بسوق في البسكليت، البسكليت تاعه مربوط في زي عندي بكر أو عجلة، تمام؟ والعجلة هاي خلينا نحكي إنه هي راح تضوي لي اللمبة، خلينا على اللمبة، تمام؟ العجلة هاي بتولد طاقة كهربائية بطريقة ما، والطاقة الكهربائية تضوي اللمبة. الآن إيش بدي أسوي؟ بدي أخلي هذا الشاب يتحرك. بلش يتحرك الشاب، تمام؟ كل ما بلش يتحرك بسرعة إيش ماله؟ بحرك لي في العجلة، والعجلة هاي بتضوي لي الضوء. الآن بدنا نشوف كيف الطاقة تنتقل من شكل إلى آخر. فلاحظوا شو بدي أسوي. أولا في عندي أشوف هنا طاقة كيميائية، الطاقة الكيميائية هاي اللي موجودة في جسم الإنسان قاعد هو بيحولها لطاقة ميكانيكية. لاحظ عند الرموز الأخضر طاقة كيميائية، هون السكني طاقة ميكانيكية، لاحظ الطاقة الميكانيكية هاي بتتحول إلى طاقة كهربائية، شوف، والطاقة الكهربائية بتتحول لضوء أصفر. الآن لاحظوا اللون الأحمر هذا اللي بيطلع من هون وبيطلع من هون، هذا طاقة حرارية. الطاقة الحرارية هي طاقة مش مفيدة، يعني غير مفيدة، فهي هي الطاقة اللي بتقلل لي من كفاءة الآلة. الآن لاحظوا كمان مرة معي بعد ما عرفنا كل هاي الرموز، لاحظوا الآن قاعد بيحول لي طاقة كيميائية طاقة ميكانيكية، تمام؟ والميكانيكية لاحظوا لكهربائية، والكهربائية لإيش؟ لما توصل هنا عبارة عن، أو بعدين معك ضوء، تمام؟ الآن بتطلع قاعدة هون هي ضوء، هي أصفر ضوء، أصفر ضوء. الآن لاحظوا الأحمر اللي قاعد بيطلع من هون هو عبارة عن فقدان في الطاقة، والأحمر اللي قاعد بيطلع من هون برضه إيش ماله؟ يعني شوف تقريبا نص طاقة اللمبة بتروح حرارة، ونص طاقتها بتروح إيش؟ ضوء، تمام؟ فلاحظوا عندي بتوصل هون ضوء حرارة، ضوء حرارة، طبعا الحرارة بنستفيد منها إشي؟ نهائيا ولا إشي بنستفيد منها. هون نفس الإشي الاحتكاك اللي حكينا في عندنا احتكاك، هون الاحتكاك هذا ايش تقريبا حكينا انه كفاءة الانسان على البسكليت لما اذا متذكرين 20% فقط. فلاحظوا هنا بتعب جدا وهو بيسوي في الدراجة. يعني خلينا نوقفه شوي، لو نشوف مثلا اشي ثاني، لو نشوف لاحظوا هنا عندي سيستم بيعتمد على الطاقة الحرارية، فأنا بسخن تمام المي مثلا، وهنا بطلع لي بخار، والبخار هذا ايش بسوي؟ بحرك لي في العجلة. لاحظوا هون النص نصها تقريبا بيطلع طاقة ميكانيكية، نصها حرارة حرارة حرارة، يعني الحرارة قاعدة تفقد. طيب لو نشوف مثلا سيستم ثاني، السيستم هذا عبارة عن شمس وخلية شمسية ولمبة برضه. لاحظوا الآن الشمس بتعطيني طاقة ضوئية، الطاقة الضوئية هي بتوصل للخلية الشمسية، الخلية الشمسية هي بتحولها لإيش؟ لكهرباء. يعني المفروض أنا عندي ضوء يتحول لكهرباء وخلص ويصير ضوء كمان مرة. إيش اللي بيصير قاعد عندي؟ لاحظوا اللمبة هاي بطلع لي ضوء، بطلع لي ضوء. الآن لو نتابع عليها منيح راح تطلع لي حرارة، الحرارة هاي قاعدة إيش؟ بتقليل من كفاءة الآلة، حرارة بتقليل من كفاءة الآلة، وهكذا. إذا يعني هذا هو المثال اللي كنت أورجيكم إياه. برضه ممكن أورجيكم مثال أخير، نرجع لأخونا اللي على البسكليت ونرجع لهذا المثال هنا أحسن بجوز. الآن إيش بدي أسوي؟ بدي أخليه يحرك هاي العجلة، والعجلة هاي تعطيني كهرباء على أساس تسخن لي درجة حرارة الماء عشان يتبخر. لاحظ إيش اللي بيصير؟ طاقة ميكانيكية بتوصل لعندي طاقة حرارية، الطاقة الحرارية هاي إيش بتسوي؟ بتعطيني طاقة حرارية، هون طاقة حرارية. لاحظوا الطاقة الحرارية كمان قاعدة تتسرب لوين؟ للبيئة. هاي البخار، هاي طاقة حرارية، هاي قاعدة تطلع، وهكذا.
الله يعطيكم العافية يا رب. يعني أرجو أنكم تكونوا فهمتوا الفكرة من خلال هاي المحاكاة اللطيفة. نراكم إن شاء الله في الفيديو القادم في حال أسئلة الفصل الخامس عفوا. نراكم إن شاء الله على خير. لا تنسوا طبعا تنشروا الفيديو بين أصدقائكم، وإذا استمتعتم فيه يعني ترجوه لأصدقائكم. وأي سؤال، أحد عنده سؤال أو استفسار يتواصل معي على اليوتيوب أو على الفيسبوك.